نسيت نفسي وانا راجع الغرفه. انا ما عنديش راجع، انا مسحور، انا ضربوني العين، انا مانيش قادر، انا ماشي يوني كيف انا ما عنديش لاباس، انا مانيش كيف. عباد باش نعكري واحد الحاجه اسمها نظام جد. تمام مليح. حاجه الشيء اللي تعمر به راسك يخرج لك سلوك. لا تتمرض ولا تمرض. انا نقول مريض نقول. نقول ناجح نجح. نقول راني حاجه يا رسائل عقلك عباره عن جهاز. جهاز؟ مخ هو جهاز تعطيه امر كيف ما يقول اعطيه الكريم في حاجه تخرج في الشاشه انت ثاني عقل كيف تعطي امر العقل بالايجاب يدير فاشل كيف تقول انا فاشل تكرر الكلمه انا فاشل وانا قادر تصبح احسن فاشل في العالم لان الثاني حب يدرس عقيده رسائل العقل اذا قلت انا ناجح انا استطيع بامكاني تستطيع كذلك ان تنجح في هذا الجانب هذا وتعطي اوامر الى عقلك بالنجاح بسرعه ان شاء الله. الضروس والذاكره لابد تعرف قوانينها وانا ال 12 ل 20
البلدية لبلدية المسيلة، مدير الثقافة لولاية المسيلة، كل إطارات الولاية والمجتمع المدني، الحضور الكريم، أعزائنا الطلبة، أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذا الحفل الختامي تتويجا للقافلة التربوية الأمل، القافلة التحسيسية من أجل إرشاد وتوجيه التلاميذ خاصة المقبلين على الامتحانات النهائية. إذن أعاود الترحيب بوالي الولاية رفقة رئيس المجلس الشعبي الولائي والسلطات المدنية والعسكرية وكل إطارات الولاية. أعزائنا الطلبة، خير ما نستهل به حفلنا الختامي هذا آيات بينات من الذكر الحكيم يتلو على مسامعنا المقرئ محمد الأمين خلفه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى. صدق الله العلي العظيم. صدق الله العظيم. بارك الله فيك المقرئ خلفون محمد الأمين. نقف جميعا للسلام الوطني الجزائر. على الامتحانات النهائية كانت
قافلة ناجحة بامتياز، لأن الفاعلين المشاركين كلهم ذو خبرة وأهل اختصاص. إذا نعرض الترحيب بوالي الولاية الراعي الرسمي لهذه القافلة رفقة رئيس المجلس الشعبي الولائي وكل إطارات الولاية، الأسرة التربوية وأعزائنا التلاميذ خاصة من الطورين المتوسط والثانوي، فأهلا ومرحبا بالجميع. كلمات الافتتاح والترحيب لرئيس المنتدى الولائي للحركة الجمعوية والمجتمع المدني السيد عبد العزيز بن قاضي، فليتفضل. مشكور. شكرا أخ عباس. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. كم أنا سعيد اليوم رفقة الطاقم الكبير للمنتدى الولائي للحركة الجمعوية ولحاضر معي من مختلف الدوائر وبلدية المسيلة، وسعادتي أكبر هو أن يتوج حفلنا هذا الختامي لقافلتنا التحسيسية الأمل ببداية كريمة من السيد والي ولاية المسيلة رفقة السلطات المحلية وكل الأمنية، وهي سعادتي كبيرة كذلك أن السيد والي ولاية المسيلة رفقة طاقمه قلت من السلطات المحلية أبوا إلا أن يشاركوكم بناتي أبنائي ختامنا. إذن تحت الرعاية السامية للسيد والي ولاية المسيلة الراعي الرسمي لهذه القافلة التحسيسية الأمل وبإشراف مديرية الثقافة والشباب والرياضة والتربية وبمشاركة هيئات عمومية، الأمن الوطني، مجموعة الإقليمية للدرك الوطني، الإذاعة الجزائرية بالمسيلة، مديرية النشاط الاجتماعي، ها هي قافلتنا اليوم تختتم بهذا الحفل البهيج معكم أبنائي بناتي. واسمحوا لي باسمكم جميعا أن نوجه تحية وترحاب كبير وبتسبيقاتكم أبنائي بناتي للسيد والي ولاية المسيلة حاج مقدان، والذي صدقوني أولى اهتمام كبير لكم أبنائي بناتي، فمنذ أن وطئت قدمه ولاية المسيلة وهو يفكر جديا بتحسين مراتب الولاية خاصة في معدلات شهادة البكالوريا، حيث شهدت ولايتنا ترشح كبير إن لم أقل في المراتب الأخيرة، لكن شهادة حقي منذ أن أشرف على ولايتنا تحسنت ولايتنا في المراتب، والتي نأمل من خلال هذا العام كذلك أن تتحسن مرتبة ولاية المسيلة. لا لشيء، لأن السيد والي ولاية المسيلة وبدون يعني مجاملة وبدون يعني باش نبالغوا في كلامنا أبا هو أن يشرف الشخصية لهذه القافلة. قافلتنا كذلك شجعوها سلطات محلية وأمنية وعلى رأسها السيد رئيس دائرة المحترم وسيد رئيس قائد مجلس الشعب البلدي المحترم، قبل ذلك رئيس مجلس الشعب الولائي المحترم. وبالمناسبة أود باسمكم جميعا أن ندعو لوالد أخينا بشير إبراهيم رئيس مجلس الشعب البلدي اللي اليوم أبوه راح يقوم بعملية جراحية في فرنسا، أتمنى إن شاء الله أنه يعني يقوم سلامات إن شاء الله وتكون عليه إن شاء الله طهارة يا رب العالمين. الكلمات تغيب في مثل هذا الحفل البهيج، كلمات كبيرة يعني. أنا الشيء اللي حبيت ألخص به كلامي وما أطولش عليكم بزاف هو اسمحوا لي أنه ولاية المسيلة تكاد تكون الولاية الوحيدة التي نظمت هذه القافلة التحسيسية الأمل. لم يشهد أن شاهدنا ولاية أخرى نظمت هذه القافلة اللي يترأسها الدكتور الدولي الخبير سعيد بن فرحات رفقة أخصائيين نفسانيين من مديرية النشاط الاجتماعي والشباب والرياضة وأئمة وكرماء. يعني القافلة هذه ربما راح تكتشفوا معنا من خلال الربورتاج ما حققته، لأنه ربما تسجيل أكثر من 8000 طالب يعني استفادوا من هذا التحضير النفسي على ربما أحدث وآخر التطورات التكنولوجية في التحضير النفسي للطلبة. خانتني الكلمات التي لا أقولها، ولكن صدقوني ساعدتنا أكيد كبيرة زملائي في المنتدى أن قدرنا نوصل 8000 طالب ويستفادوا معنا كامل، واستطعنا بفضل الله وتوفيقه أن نجوب 15 دائرة بالإضافة إلى بعض البلديات الإضافية اللي طلبت، مثلا بلدية بسيف والمعاضيد وغيرها من البلديات اللي طلبوا باش نروحوا لهم. ولكن شهر رمضان يعني على الأبواب قدرناش باش ندبيو 47 بلدية، ركزنا أنه جمعنا طلبتنا في أكبر المراكز خاصة 15
الدائرة والتجمعات البلدية الكبيرة. ونوه كذلك بسلطاتنا الأمنية والعسكرية وسلطات البلدية لمختلف البلديات ورؤساء الدوائر اللي احتضنوا قافلتنا في مختلف دوائر البلديات، بل وحضروا معنا حتى مع الطلبة من أجل التحضير النفسي. دولتنا الجزائرية كما وفرت لكم أبنائي بناتي وفرت لكم تجهيزات الثانويات والابتدائيات والمتوسطات، اليوم كذلك توفر لكم الجو الملائم وتحضركم. وما دليل حضور السيد الوالي وسلطتنا الحالية معاكم إلا دليل على أنهم مهتمين بكم بناتي أبنائي وحابين إلى فوقكم في شهادة البكالوريا والتعليم المتوسط. وإن شاء الله يا ربي يكون لنا حفل كبير مع السيد الوالي وتكون نتائج كبيرة في ختام شهادة البكالوريا، وإن شاء الله الحاضرين معنا والغايبين نالوا أعلى المرتبات يا رب. بارك الله فيكم أبنائي بناتي، شكرا لك سيد الوالي على رعاية دراستنا وشكرا. نسيت مدير الثقافة على مرافقتكم للقافلة والتسهيلات التي قدموهالنا منذ بداية القافلة إلى يومنا هذا، تحية كبيرة لك سيد المدير ومدير الثقافة. هذه العملية والمرحلة اللي هي نوعا ما صعبة نفرح ربما بعد النتائج ونلقاو ربما التلاميذ اللي شاركوا في القافلة من أوائل المرتبين في معدلات النجاح خاصة في المتوسط والبكالوريا، فبالتوفيق لكل أبنائنا. وتحية كبيرة أيضا لكل الشركاء من مدراء القطاعات شباب الرياضة الثقافة النشاط الاجتماعي الحماية المدنية التربية اللي هي شريك أساسي ومباشر في هذه العملية، فتحية للجميع وتحية لإطارات القافلة اللي سهروا دائما على إنجاح هذه العملية وتنقلوا بين بلدية وأخرى ربما وآثروا على أنفسهم أنه خلوا صوالحهم خلوا أعمالهم وأشغالهم من أجل أبنائهم من أجل أبناء الولاية من أجل إعطاء وجه آخر لهذه الولاية وترتيب يليق بمقامها وبتاريخها وبعلمائها، فشكرا للجميع. إلى الشريك الأساسي في هذه العملية، الشريك الأساسي في القافلة التأسيسية الأمل هي مديرية التربية، نمر مباشرة إلى كلمة مدير التربية لولاية المسيلة في هذه الفعالية اختتام القافلة التأسيسية الأمل. إذن مدير التربية ربما يغيب لالتزامات أو ظروف أو انشغالات، نمر مباشرة إلى هذا الربورتاج المصور حول القافلة وحصيلة عمل شهر كامل من الجهد ومن التنقلات من أجل توجيه والتحضير النفسي للطلبة والتلاميذ المقبلين على الامتحانات النهائية. صور رائعة تبين ربما قوة القافلة والهدف الكبير لتنظمت من أجله هذه القافلة، فتحية لجميع المشاركين والمساهمين والمصورين والمرافقين طبعا، وتحية لكل وسائل الإعلام والزملاء الصحفيين والإعلاميين الحاضرين في هذا الحفل الختامي لنتابع. طلبة شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا لزراعة أمل جديد في نفوس طلبتنا. هذه هي القافلة التي تسعى من خلالها لرفع التحدي وضخ دماء جديدة لبعث روح الإصرار والنجاح وبلوغ الأهداف. قافلة الأمل والتي حرص من خلالها السيد الوالي شخصيا كل الحرص على مرافقتها ميدانيا من خلال تسخير كل السلطات العمومية وتسهيل عملها ذات المؤسسات التربوية، فكانت انطلاقتها في 16 أبريل من دائرة عين الملحة لتختتم في المسيلة عاصمة المملكة. الضمادة البلد واحدة من الإطار لهذه المبادرة الاستثنائية وبقيادة ورعاية السيد الوالي بلدية المسيلة من أجل مرافقة طلبتنا وتحسين المستوى كان يصافي لأن عندي دفعة قوية للذاكرة تسحق الأكسجين ونبدأ نحفظ حتى تنتفض الذاكرة المعلومات. نبدأ تصل على ويكي من الوسط فهم عندنا مدرسة 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 تصور على ميكي فلوسة فيها مع المدرسة 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 المدرس
أصابع على رجلي بلا سجارة. مع أن حضرنا من الناس وفينا خلوا عاد ما صامته وجاي منه كل من الموضع السمع. هم الحق رحمة المسل. ها نفس الطريقة تعديها إلى هنا ثلاث مرات. بعد تقرأ الحفظ ست معلومات وبعد يشتير. دي قوانين قانون الذاكرة وهو قانون رب طلب معلومة. تبا قد يوصيني 600 زميل على حاجة. دي مثل العلامة هنا في يدي بالقلم نصف الدار لما نفسك إلى المنزل لا نرى عندما نرى ونشاهد العلامة في يدي نتذكر الأستاذ أو الشخص اللي وصاني على أصبحت العلامة هذه رب يربطني بالمعلومة. الذاكرة بحاجة إلى رواب مش تبتناها ذلك عملية أولها تصفح كلمة الأولى من كل كلمة تصفح حاول راجع انتهز وش ندير الكلمات هذو دخلها في جملة مفيدة ونحفظها تصفح ثم حاول وحاول وراجع وانتهز وخص ونحفظها منه تصفح ثم حاول وحاول وراجع وانتهز وخص وخطوة أنا أروح لقاعة الامتحان يطرح للأستاذ سؤال من ما هي وراجع المنتجة وكل حافظ وشدي يكتب البريوم مسودة تصفح ثم حاول وحاول وراجع وانتهز وخصص وبعد نكتب في ورقة الإجابة تصفح اللغة الأولى أسس المراجعة المنتجة هي تصفح العناوين كبيرة وصغيرة مع محلق المدرسة المذاكرة والمذاكرة معا لما صامتة وجارية ولكل من المراجعة وبعد حاول استرجع العين السين لا صح بينها مرة واحدة ما هي عند الدور المصدرة البدور قلنا في الجيل عسل ضمنها مضحكة فوشي أهم الدور المصدر الغاز نهج وروب النون وشي الوجه ها جيم را صح نرجع لكم ما هي أهم الدور المصدر لي الغاز نهج وروب النون الها جيم را كيفاش نحفظ بسرعة لأن تثنى رواب تروح الكلمة أو ها أهم الدور المصدر القمح ألف الواو كاف ألف را بينها مرة واحدة ما هي أهم الدور المصدرة للقمح؟ دي هي أوكار ألف الواو كاف ألف نعم راء روس هذا خلينا نحفظ دروس الأخر إذا لا وهذا بالإضافة إلى نعطيك مثلا الآن قانون القانون الرب واش نكتشف نعطيك الآن 20 كلمة تحفظها في خمس ثواني تحفظها الآن تخرج منها حرف إذن استعملنا قانون الذاكرة وهي الربط والدعابة وانتظر الناس أنا أعطيك كلمة وردوا مع بعضها كيف أي ربط شجرة كتاح كرسي سيارة جد كعب قطة طرطر مع بعضها يلا قرآن كرة قدم شبح شاو بطل فارس ولها ورقة لعب سعود النهار طعام عشاء راس النخلة صح رقم 17 رقم 15 رقم 14 نهاية الدوام شو رقم إذا أكيد ممكن نسألكم سؤال على 20 كلمة تجيبوا لي زوج منهم معليش بصح إحنا أنا قارئ قاهرة ما نقرأ شيء حاول ولا ما نحفظش شيء الآن شوفوا طريقة معينة رائعة جدا وهي استعمال قانون الرقم مع بعضنا صح وش تجيبوا لي زوج شو تعرف رقم واحد لأن شو عايش برقم مع بعض يلا هو من عندنا احد طبق درنا المفتاح اثنين لانه هو يغلى يفتح يغلى الكرسي ثلاثة لانه هو من ثلاثة سيارة أربعة لان لها أربعة جلال اليد خمسة فيها خمسة سبعة ستة مكعب ثلاثة سبعة واحد يقول لك عكيك ثلاثة سبعة واحد هذه الدعابة يطفى الدعابة والمرح على ما تكفي صح ثمانية مفتاح طرق مفتاح تسعة الأصفاء القرآن في الوصية عشر سيد الموسى الأحداش ضربناها لأن يعني الكل قدم في أحداش لها الشبح 12 تعليل ما تخرجوه شام تعب الليل تشاو أوروبيون 13 تشاء بيبي بصحيان استعملوه فقط لي الممازح البدر ليلة البدر لما يكتم الهلال يولي 14 نجي يولي شهر قبل نعم في 15 فارس 16 في الأولى 16 سنة ورق اللعب 17 ناقة في 17 بطة رقم الحلات المساء على ستة سبعة على العشاء وهذا ثمانية نشر أنا صح لا أفضل صح واحد شديد
مسؤول عن التربية في هذه الولاية ينتظر منا وشكرهم عنه، وكل سنة نحضر في هذه القاعة ونقرر نكون شباب ويحضر معنا والدينا. تعرفوا ما هو أول سلوك تديروا لهم معاه؟ ما هو أول سلوك تديروا لهم معاه؟ كي تنجح الوالدين ما هو أول سلوك؟ جديد راح نشوفوا الآن أول سلوك مع بعضنا، ونقف إلى هذه الأم التي تضع وتسلك هذا السلوك مع أبنائها عندما تسمع بفرحة أبنائها. معا جميعا نشوفوا مع بعضنا. رجاء شوية بوش يا الله أولاد صح. صعبة ما نشوفه؟ مستحيل العزيمة والإصرار وغاية المفتاح تحدى المستحيل
جميع القائمين على جائزة التكريم ولكل من رشحني لها، وقدر سعادتي بهذه الجائزة إلى أني أستشعر مسؤولية، لأن التكريم يدفعني لعمل مزيد. بفضل من الله حصلت على جوائز عديدة ونلت ألقاب كثيرة. تعلمت أن الحياة تحترم أصحاب الهمم وليس الكسالى والخامئين. ودائما أقول التحديات والصعوبات تصنع العظماء وطريق للوصول إلى النجاح والتميز. وبالرغم من صعوبة حالتي الصحية، إلا أن ما زالت عندي القدرة على نشر الحب والسلام وخدمة أمتي وديني ووطني. وأقول للشباب إن المسؤولية تقع علينا في بناء وتعمير أوطاننا، وإحنا نصنع المستقبل. إحنا الشباب أمان أوطاننا، فخر أهلنا، وعون لكل من حولنا. وقل لهم بالإرادة والعزيمة حق المستحيل، وبالعلم والعمل نرتقي ونتطور. في الختام أقول شكراً لطه، شكراً لأسرتي، شكراً لكم، والسلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أحمد الله إليكم حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. ثم أما بعد، شاكر لكم جميعا هذه الوقفة التي تسجل لكم عند الله، ومن المآثر التي ستجدونها إن شاء الله تعالى
في الدنيا وفي الآخرة. على كل أختصر حديثي في جولتنا هذه القافلة التي صانت وجالت أطراف المدينة شرقا وغربا شمالا وجنوبا، كنا نركز فيها على الجانب العلمي والخبرات العلمية من قبل دكتورنا الفاضل سعيد الحاف، ثم الجانب الروحي الذي يحتاجه الطالب، وكنا نركز على عدم اليأس. وضربنا مثلا في كتاب مولانا سبحانه وتعالى في سيدنا يعقوب عليه السلام حين فقد يوسف ثم أخيه من بعد، خاصة يوسف قيل بين 30 سنة و40 سنة، وسيدنا يعقوب لم ييأس ولم يحزن ويعلم يأتي اليوم الذي يجد فيه ولده وفلتة كبده هكذا. ثم ذهب وقال لأبنائه بسم الله الرحمن الرحيم: يا بني اذهبوا وتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. أي لا تيأسوا ولا تحزنوا، الفرج موجود. الأمر الثاني، كنا نركز على جانب الدعاء. المؤمن أي إنسان في هذه الدنيا يحتاج إلى ربه. إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في دعائه: ربي لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، واصلح لي شأني كله إنك على كل شيء قدير. سيدنا زكريا كما تعلمون قد وهن منه العظم واشتعل الرأس شيبة، ولكن كان يدعو الله عز وجل في آخر عمره أن يزق الله تعالى الولد ليعلم قدرة الله التي تتجلى في خلقه. التحدي، شيخ كبير شاب رأسه وانتهى عظمه وذهب شبابه وقواه، ولكن قال لله تعالى: ربي لا تذرني فردا. وزكريا إذ دعا ربه: لا تذرني فردا. ثم ودعا زكريا عليه السلام دعاء خفيا: يا رب ارزقني الولد على كبر هذا يرثني ويرث من آل يعقوب. أي العلم. ونحن إذن أيها الإخوة أيها السادة أبنائي الطلبة في أيام العلم المباركة، لأن الجزائر تبنى بالعلم كما بنيت الحضارة الغربية والشرقية. لاحظ الآن الحضارات، هذه الوسائل الباهرة الرهيبة التي بين أيدينا لولا العلم. لذلك يعجبني ما قاله الشاعر: بالعلم والمال يبني الناس ملكهم، وما بني ملك عن جهل وإقلال. الجهل، إياكم يا أولاد، استعين بالله تعالى والله الموفق. إذن أدعو الله عز وجل في هذا المقام أن يحفظ بلدنا الجزائر وأن يجعلها آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ مسؤولينا وقادتنا الذين هم على ثغرة من طهور هذا الوطن العزيز. اللهم اجعل النجاح حليف أبنائنا يا رب العالمين في هذه السنة. ورمضان على الأبواب، صلى الله تعالى أن نهني أنفسنا والأمة الجزائرية والأمة الإسلامية بقدوم هذا الشهر الكريم المبارك. اللهم اجعله يا ربي خيرا لهذه الأمة، واجعلنا من صيام القائمين مستجبي الدعاء. آمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. نائب رئيس المنتدى، أعضاء مكاتب الدوائر محمد بو بكري، طارق صريش، المجموعة كامل تاع المنتدى، كان هؤلاء هم مهندسو هذا النجاح، نجاح القافلة التأسيسية الأمل للتحضير النفسي للطلبة المقبلين على شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا لدامة شهر كامل. ونتمنوا كل التوفيق لطلبتنا وأبنائنا الأعزاء، فتحية لكل هؤلاء. الكلمة الأخيرة طبعا باسم والي الولاية الراعي الرسمي لهذه التظاهرة للسيد عبد العزيز بن طالي رئيس المنتدى الولائي للحركة الجمعوية والمجتمع المدني. شكرا. أنا ماذا بي سي سمير معروف، تفضل معنا في النص، لأنه راجل كتاب معنا كثير في هذه القاعدة. إذا النجاح أبدا لن يكون يعني بنخبة شخص لولا هذا الرجال والسيدات اللي راهم حاضرين معايا. بفضل هذا الطاقم يعني اللي نشوف فيه كامل سهروا معايا كامل واحد واحد. أنا ما نقدرش نقول أنا اللي خدمت من هذا الرجال اللي فعلا
قاموا بعمل كبير في بلديات المدورة تاحد، وكان الفضل كبير انه قدرنا نوصلوا وصلنا الافطار بعبر 15 دائرة. انا بسكم جميعا تحييهم، لانه من هذا الجيل انا ما نقدر ندير والو. تحية لكم. كلمتي الاخيرة هو باسم زملائي اللي كانوا ساهرين معنا، وحنا شفتوا بلد الحفل تاعنا كامل ركزنا على ثلاث اشياء. هو الامل اللي حاولنا نزرعوه في ابنائنا وبناتنا، يعني مازال مازال حتى 30 جوان مازال الامل نزرعوه في شيء ان شاء الله. الاخر هو هذا الروبورتاج اللي شفناه، تحدي هذا المعوض اللي يعني عنه نصف عام والفقري، يعني شوفوا التحدي نتاعه وعزيمته، شوفوا واش قدر يدير. فما بالكم انتم ابنائي بناتي. الشيء الثالث اللي حبيت نقوله ان شاء الله يا ربي ان العمل اللي قمنا به مده شهر، وحنا يعني مع ابنائنا وبناتنا ومع خبرائنا ومع الدعم تاعنا، ان شاء الله يا ربي يكون ثمر نجاحكم، وحنا سعادتنا راح تكمل ان شاء الله لما تشرفونا الولايه تاعنا وتجيبونا اكبر معدلات، والشيخ امامه ودعائكم ان شاء الله يا ربي ان شاء الله تكون قدوه ومثال لنا ان شاء الله. اي عمل لانه المنتدى تاعنا يعني يخمم دائما الشيء اللي يخدم المجتمع، ولكن في كل عمل نخدموه ونحضروه دائما هناك اعداء النجاح، دائما هناك اللي يحب يكسروا، دائما هناك اللي يحبوا ينتقدونا، ولكن احنا لما خلصنا العمل تاعنا ربي سبحانه وخلصنا العمل انه ان شاء الله يا ربي فاجرنا يكون لما تنجحوا وكل سبب في نجاحكم فلما احنا نحصل نجاحكم ان شاء الله. في ختام أبنائي بناتي، ليس بالسهل أن تقام قافلة تخصيصية وتخصصها سلطتنا المحلية وراس المسيح حاج حداد اللي نحييه كثير باسمكم، رغم أنني أقسم بالله أنه عنده يعني انشغالات كبيرة ومهمة، وتعرفوا أبواب رمضان على أبواب، وتعرفوا انشغالات الولاية 47 بلدية و15 دائرة، وتعرفوا يعني هيئة الفرية أحسن من 35 بلدية، إلا أبى أنه الأبى إلا أن يحضر معكم إذ طيلة هذه المدة على أي شيء إلا أن أراد أن يرافقكم رفقة السلطات المحلية معاه، باش نقول لكم رانا معاكم كيف الدولة وفرت لكم التجهيزات والإنجازات، ولكن اليوم رانا معاكم باش نرافقكم في النجاح. باسم سيد والي ولاية المسيلة نعلن على ختام هذه القافلة التخصيصية الأمل اللي نتمناه أن أولادنا فعلا أخذوا الشيء اللي أرسلناه أهله وصدرناه كأهدافنا. بارك الله فيكم أبنائي وبناتي، شكرا سيدي الوالد سيدي الشيخ 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 الوالد سيد